طمني دكتور أرجوك. طمني طمني، وضعه تمام. زين، ليش خدتوا وقت مرة كثير؟ كل ذا عشان عملية الزايدة؟ بصراحة نسبة التهاب الدم عنده مرتفعة، وهلا هو بغرفة الإنعاش ولازم يضل تحت المراقبة. إن شاء الله بس يتحسن راح يطلع لغرفته. عليه العافية. إن شاء الله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. طمني عنك، كيفك الحين؟ تعبان، مرة تعبان. ما تشوف شر إن شاء الله. الدكتور قال لي إنك بخير، وكلها كم يوم إن شاء الله تطلع من المستشفى. بس الألم اللي تحس فيه لأن الجرح كبير شوي، اضطروا انهم يكبرونه علشان ما يخلون اي اثر من الزايدة اللي انفجرت. انا كيف جيت هنا؟ انت كيف عرفتي؟ انا اللي اسعفتك. لحالك؟ لا، السكيورتي حق الشركة كانوا معي. لما دخلت عليك المكتب ظنيت انك نايم ومرضت اني اصحيك وقلت بطلع، بس ما ادري وش اللي خلاني ارجع لك مره ثانيه. لما رجعت لقيتك غايب عن الوعي. الدكتور قال لي ان غيابك عن الوعي بسبب هبوط ضغط الدم. انت وش صار معك؟ وليه ما علمت احد ولا اتصلت باحد؟ حسيت بألم، ألم قوي بخاصرتي. فجأة زاد الألم وصار في كل بطني، ما قدرت أتحرك. كان ألم قوي، حسيت إني بموت وقتها. ما تحملتها. فجأة شفت نفسي في هالمكان. الحمد لله أنها عدت على خير. عطشان أبغى أشرب. دكتور نبه علينا أنك ما تاكل ولا تشرب أي شيء علشان الالتهاب اللي بدمك، بس اطمن إن شاء الله كلها كم يوم وترجع لحياتك الطبيعية وتاكل وتشرب وتسوي اللي تبيه وترجع لمكتبك ودوامك وتقعد فيه ليل ونهار. مشكورة مشكورة يا عهد، ما قصرتي. لولا الله ثمنتي كان الله أعلم بحالي الحين.